بالنسبة للسرطان الرحيم كاين نوعين، كاين سرطان عنق الرحيم وكاين سرطان جوف الرحيم، فالإصابة بهم كتكون مختلفة من ناحية السن ومختلفة من ناحية السبب. بالنسبة لنطرقوا العنق الرحيم اللي هو أكثر انتشارا من سرطان جوف الرحيم. سرطان عنق الرحيم المسببات ديالو الأغلبية هي واحد الفيروس كيتسمى HPV بابيلوما فيروس، وهذا الفيروس كيقدر ينتقل جنسيا وكيؤدي لإصابة الخلايا ديال العنق الرحيم اللي كتتغير، ومن بعد سنوات إلى ما تمش الكشف على هذيك الإصابة كيقدر في بعض الحالات اللي كيكون حيث هذا الفيروس هذا فيه واحد 80 نوع تقريبا، منهم بعض الأنواع وحدها اللي كتعطي تقدر تؤدي بعد سنوات للسرطان، وأغلبية الأنواع ما كتأديش للسرطان. فهذيك الأنواع اللي كتقدر تؤدي للسرطان كتقدر تعطي تغييرات في الخلايا ديال العنق الرحيم، وإلا ما كانش الكشف عليها بداك المسحة اللي كنديروا الفروتي ديال العنق الرحيم اللي كيروينا بدود الإصابة ديال وتغيير ديال الخلايا ديال عنق الرحيم بهذا الفيروس. الى ما وقعش هذا الكشف كيقدر الى كان النوع ديال الفيروس من النوع اللي كيقدر يؤدي للسرطان، بعد واحد 10 سنين ولا 15 عام كيقدر تولي اصابه ديال عنق الرحيم بالسرطان، وهذا من القلائل ديال السرطانات اللي كيقدروا نتفاداوها بالوقايه. والوقايه هي المثابره على كشف عند طبيبه ولا طبيب النساء، واخذ العينه من عنق الرحيم يعني الفروتي، والتأكد من السلامة أو من البدوء ديال الإصابة بعنق الرحيم بهذا الفيروس اللي كتقدر تعالج في بعض الأطوار اللي قد ما توقع إصابة بسرطان عنق الرحيم. وهذه مسألة ديال هذا الأخذ العينة ديال الفروتي كيخصها دار مدة 3 سنوات، يعني كل سنة، وإلا كانت النتيجة سليمة فكيمكن داك الساعات نقول بأن الاحتمال للإصابة عند هذه المرأة هذه بسيط، وكتقدر داك الساعات تكون التكرار ديال التحليلة كل 3 سنوات. بالنسبة للجوف الرحيم هذاك سرطان عنده المسببات ديالو هرمونية، الوغ كل الاولاني اللي طرقنا له عنده مسببات يعني فيروس خصوصا الانتقال الجنسي. بالنسبه لجوف الرحيم كيجي في واحد المرحله متقدمه في السن غالبا، يعني قليل فاش كيجي في السن مبكر، كيجي غالبا عند النساء اللي قربوا لياس المحيض او اللي عندهم ياس المحيض، وكتكون عندهم اضطرابات هرمونيه مع الاستروجين كثير والبروجستيرون قليله اللي كتؤدي لواحد السمك كثير ديال الغشاء ديال جوف الرحيم، اللي مع المده كيقدر في بعض الحالات يولي فيه مشكل سرطاني. فهادو كما قلنا طرقنا لهم يعني جوج الانواع مختلفه، فما يكونش الخلط بيناتهم لانه المسببات والعلاج مختلف.